في حال استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، من سيستقيل بعده؟ خلال أيام تتوقع القناة 12 الإسرائيلية استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتز هاليفي، وذلك بعد نقاش يدور حول من يخلفه. القناة الإسرائيلية قالت في تقرير إن عدداً من كبار ضباط الجيش يتواصلون مع محامين قبل بدء التحقيقات في عملية 7 أكتوبر. وسائل إعلام إسرائيلية نشرت في وقت سابق أن استقالة هاليفي أو أي عضو بارز في الجيش مرتبطة بفشل 7 أكتوبر، وبالتالي هي علاقة فارقة في مسار تهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المسؤولية. كان رئيسا الأركان هيرتز هاليفي وشباك رونينبار أعلنا تحمل المسؤولية وأن الوقت سيأتي لتقديم استقالتهما، الأمر الذي أكدته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية. هذه التصريحات سبقت استقالة أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وإبلاغ رئيس القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس رئيس الأركان بنيته في إنهاء فترة ولايته البالغة 3 سنوات في أغسطس المقبل والتقاعد من الجيش. إذن من هو هيرتز هاليفي؟ الجنرال الفيلسوف رئيس الأركان 23 للجيش الإسرائيلي التحق بالجيش منذ 1985 وشغل مناصب عسكرية عدة وأمنية حساسة، من أبرزها رئاسة الاستخبارات العسكرية في 2014، وفي يناير 2023 بات هاليفي أول مستوطن يصل إلى منصب رئيس الأركان في تاريخ إسرائيل. ولد هاليفي في القدس عام 1967 لعائلة متدينة، وأخذ اسمه من اسم عمه المظلي الذي قتل في حرب عام 1967. وفي حال استقال هاليفي وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية سيلحق به عدد آخر من كبار قادة الجيش كالعميد يوسي شاريئيل قائد الوحدة 8200 والعميد آفي روزنفيلد قائد فرقة غزة واللواء ياروم فيلكلمان قائد القيادة الجنوبية واللواء عوديد باسيوك رئيس شعبة العمليات واللواء إليعاذر توليدانو رئيس قسم الاستراتيجية، بالإضافة إلى رئيس الشباك رونينبار. فمن سيكون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد؟